السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور علاء الترتير، استشاري جراح عام. حديثنا اليوم عن البواسير. البواسير إخواني أربع درجات. الدرجة الأولى، يشكي المريض من خروج دم مع البراز، ولكن لا يوجد ألم، لا يوجد تورم في المنطقة. الدرجة الثانية، مع الإخراج في زوائد لحمية بتطلع برا وبترجع لوحدها. الدرجة الثالثة، البواسير بتطلع وما بترجع لوحدها، أنا بضطر أحط إيدي أحاول أدفع البواسير للداخل حتى ترجع مكانها. هنا بنحكي عن بواسير درجة ثالثة. الدرجة الرابعة، البواسير بتطلع برا وبصير فيها تخثر وبتثبت خارج فتحة الشرج، حتى لو حاول المريض أنه يرجعها ما بترجع. طبعا هاي المرحلة بصاحبها ألم شديد. شو طرق علاج البواسير؟ طرق علاج البواسير رح أبدأ فيها من الأضعف للأقوى. أول شيء الأدوية. الأدوية اللي هي في أنواع مختلفة من التحاميل، ملينات، مسكنات للألم. الأدوية بتحسن وضع البواسير ولكنها لا تعالجها. الأمور بتحسها بعد التحاميل وهذا اتحسنت، ولكن بعد شهر البواسير رجعت وانتقلت من مرحلة لمرحلة ثانية. الدرجة اللي بعدها في العلاج هو الربط. بنقدر نربط البواسير، نيجي عند الأوعية الدموية اللي بتغذي البواسير وبنربطها. هذا الشيء بخفف من احتقانها وبقلل من تضخمها. طبعا ربط البواسير بيكون بجهاز الألتراساوند، بتقدر تحدد وين المعاء الدموي اللي بيغذي للبواسير وبنربطه. طريقة أخرى للعلاج اللي هي بالليزر. الليزر في أنواع كثيرة وتكلمنا عن الموضوع، في ليزر صيني وفي ليزر ألماني وفي ليزر بولندي موجود في السوق. كل واحد له قوة معينة، ولكن الليزر أحد أفضل الطرق لعلاج البواسير. الليزر إحنا ما بنشيل البسور، إحنا بندخل الجهاز داخل، بنعطي فيه طاقة، بيصير البسور فيه شرينك أو بصغر بالحجم وبيختفي تدريجيا. على 6 أسابيع بيكون اختفى البسور تماما. والعلاج الأخير اللي هو بالجراحة، إنه الطبيب الجراح بيجي ويشيل البسور كاملا، وبعدها ببني جلد مكان هذا البسور وبتنتهي المشكلة. فهذه الأربع طرق المتبعة حاليا في علاج البواسير، ولكم جزيل الشكر.